طيب يلا عشان انا بس تك جاهز 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 نبغى نختفي فيها جاهز. من معك من الشباب؟ معك واحد من الشباب. يلا الثاني اللي حصل الثاني اعلى نسبه تصويت هو مبروك لي 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 للي حصل على ثاني على نسبة التصويت هو هو لي 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 هو 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 من يا ترى؟ نقول محمد سراج. مبروك يا حبيبي يا سلام ابو طلال. اسمه شريط النجاح وشدوا اللي ضاعوا وشدوا العزم من الله والايمان معادل القمه واللمبه. لا لا تفضل وش تقول اللي وصلك وانت تستاهل يا محمد. دعني افتح سرطيب اقول الله يبيض وجه ربعي وجماعتي ومحبيني وكل ما صوتي انتم صوتوا لي لكم هاقين فيني وانا عندي الهاق وهو اكبر باذن الله وبتشوفون باذن الله محمد بن سراج اللي تبونه باذن الله. كفو كفو. اما الان مع تاج البزنس اللي لي ها لما تجاوبك اللي حصل على تاج البزنس لما تجاوبه ويستاهل وانتم تستاهلون ولكن هذه ها اللي حصل لما تجاوبه للي 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 مين للي حصل على تاج البزنس على تاج البزنس الحب قلب هواهم في لي لف قلبه عيب عيب خلاص لا دخل راسك يلا اسمع